تعالوا نعمل أطيب ترند طاقية السلطان، اسم على مسمى. أول شي رح نضيف الحليب الدافي، ربع كوب من السكر والزيت وخل وبيض، رح نحركهم شوي، وفانيليا وخميرة. رح نترك الخميرة لمدة 5 دقايق، وبعد 5 دقايق رح نضيف الطحين بالتدريج ونحرك. وهيك جهزت عجينتنا لأطيب وصفة. هلأ رح أقسم العجينة بالتساوي لجزئين، وهيك بعد ما قسمتهم. وهلأ رح نضيف لأول جزء زبدة ومنعجنهم، وللجزء الثاني رح أضيف برضو زبدة وكاكاو وحليب ومنعجنهم. وهيك صاروا جاهزين، غلفتهم بنايلون رح أتركهم يتخمروا لمدة ساعة. وهيك صار شكلهم بعد ما تركتهم ساعة. أرش رشة طحين على الطاولة وأفرد الجزء الأول من العجينة. انتبهوا انتوا عم بترقوا عشان يطلع شكلها مرتب. وبعد ما فردت أول جزء رح أفرد الجزء الثاني. كمان انتبهوا انه يكون حجم هذا الجزء بيساوي للحجم الجزء الثاني. وهيك بعد ما فردت العجينتين بشكل متساوي، رح أضيف طبقة الشوكولاتة فوق الطبقة البيضاء ورح نقسمها. وهلأ رح نلفهم بهذا الشكل، ورح أدهنها بشوكولاتة دهن أي نوع متوفر عندكم. وهلأ رح نلفها، وانتبهوا كثير وانتوا عم بتلفوا. عندي قالب دهنته بالزبدة، وهلأ رح أحط فيه العجينة. وهلأ صارت جاهزة، رح أتركها ترتاح لساعة، وبعد ما خمرت رح أدهنها بحليب وفانيليا. وهيك صارت جاهزة، صحة وعافية.